أثناء أداء الحج وأثناء الطواف كان هناك زحام شديد وضاق صدري، فقمت بالصياح في الناس ودفعهم كما يدفعونني، فهل هذا العمل يبطل الحج وماذا علي أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل لا يبطل الحج، ولكنه فيه أذية للناس وفيه أيضا إخلال بالأدب في العبادة والخشوع، فعليه أن يصبر وأن يتحمل وأن يدفع بالتي هي أحسن، لا سيما وأنه في عبادة وبين إخوانه المسلمين وفي أفضل البقاع وبجوار بيت الله عز وجل، فعليه أن يدفع بالتي هي أحسن وأن يرفق بإخوانه المسلمين والضعفاء والمزحومين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.